حفظكم الله. هذا السائل البرنامج يقول: فضيلة الشيخ، انتشر في الآونة الأخيرة عند بعض الناس إقامة الحفلات للزواج إلى وقت متأخر من الليل، يصل بعض الأحيان إلى وقت صلاة الفجر، مما يؤدي إلى تفويت الصلاة بسبب التعب والإرهاق وما يصحبه من غناء بآلات اللهو والطرب، كما يقوم الزوج والزوجة على الجلوس على المنصة فيما يسمى بالتشريعة. نريد التوجيه من فضيلة الشيخ صالح حول هذا السؤال. هذا العمل يشتمل على منكرات. أولا، السهر كل الليل بما يفوت صلاة الفجر، وهذا خطر عظيم ومعصية وتضييع لصلاة الفجر، تضييع لصلاة الفجر. قال الله جل وعلا: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا إلا من تاب وعمل صالحا. والأمر الثاني أنه يشتمل على منكرات كما ذكر السائل من الأغاني وضرب الطبول وربما الاختلاط بين الرجال والنساء وربما العري عند بعض النساء التي لا يخافن الله عز وجل ألا يتسترن التستر المطلوب، وهذه منكرات يجب على المسلمين أن ينتهوا عنها وأن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذه الأعمال، ولا يحول الزواج، حول الزواج الشريف، حولوه إلى فرصة لهذه المنكرات وهذه التجمعات السيئة. فهذا أمر يجب، وفيه إضاعة أموال أيضا، فيه نفقات طائلة لا حاجة إليها، فيجب الحد من هذا الإسراف والحد من هذه التصرفات السيئة. ولا بأس بعمل وليمة على الوجه المشروع كما قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات، لكن في حدود. ولا بأس بالاجتماع بمناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح، تناول طعام الوليمة، لكن في حدود منضبطة. ولا بأس للنساء بضرب الدف إعلانا للنكاح والتغني بما جرت به عادتهن مما لا محذور فيه ولا منكر فيه، ومن غير مكبرات صوت ومن غير مسجلات، وإنما بين النساء فقط. هذه حدود شرعية يتمسك بها في هذه المناسبة، ويترك المغالاة في هذه الأمور والخروج عن الحد المشروع إلى المنكرات وإلى الأمور التي تحول الزواج إلى مناسبات فاسدة ومرتعا للفساق وإعلان المعاصي والمخالفات. يجب على المسلمين أن يتركوا هذه العادات السيئة، أن يثوبوا إلى رشدهم. نعم.